ونبدأ الحديث بالعزاء الواجب لأسر الشهداء، وأنا يغفر الله لهم ويعفو الله عنهم ويلحقنا بهم على الإيمان والدين. أجمل كلمة شفتها عملها الإمام الشافعي لما راح يعزي واحد، هيقول له إيه؟ في كلمة كده غريبة احنا بنقولها أحيانا، بعض الناس بيقولوها بسمعها، يقولوا له إيه؟ ربنا يجعلها آخر الأحزان. دي كذب. لأنها مش آخر الأحزان. أصل كلمة ربنا يجعلها آخر الأحزان معناها ربنا ياخدك، لأن عشان تكون آخر، والله لأن عشان تكون آخر الأحزان لازم أنت تموت. مش هتكون آخر الأحزان، إحنا هنعزي بعض تاني وتالت ورابع وإلى أن نفنى جميعا. فالإمام الشافعي وقف قدام الراجل يقول له إيه؟ قال له: إني أعزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين ليس المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. يعني إحنا أموات بنعزي أموات في أموات. يعني شوف المفارقة العجيبة، إحنا بنعزي كوسيلة من وسائل التجهز والاستعداد للموت، لنفس المصير. نفس المصير اللي هو إيه؟ الموت. المشكلة بقى في الموت إنه الناس بتنظر إلى ظاهر الحدث ولا تنظر إلى غيبيات الحدث. الميت لما بيدخل في الموت بيبقى ابن للغيب، مش ابن للواقع، مش ابن للدنيا، وبالتالي كل أحكام الدنيا لا تستقيم عليه. لا يجوز أن أحكم على ميت بأي ملامح ظاهرية. وعشان كده أنا بعترض جدا على الناس اللي بتمارس الغسل ويجي يقول لك إيه؟ أصل وشه كان مبتسم، أصل وشه كان مزرق، أصل وشه كان متنفخ، أصل وشه كان محروق، أصل كل دي مش ظاهر آخرة خالص، لا علاقة لها بالآخرة.